السلام عليكم. احنا عندنا البي اتش اللي بنعرف منه اذا كان في اسيدوزيس او الكالوزيس. اذا نزل يبقى في اسيدوزيس، اذا زاد البي اتش يبقى في الكالوزيس. وبعدين عندنا السي او 2 والبايكارب. السي او 2 اللي بتتحكم في اللنج، والبايكارب اللي بتتحكم في الكدني. السي او 2 ده اسيديك، اذا زاد يعمل اسيدوزيس واذا قل يعمل الكالوزيس، والبايكارب بيز يعني مش بالعكس، اذا زاد يعمل الكالوزيس واذا قل يعمل اسيدوزيس. احنا بقى فلسفه قراءه الاي بي جي، ازاي تقرا الاي بي جي مره واحده؟ انت بتبص على البي اتش وبتبص على السي او 2 والبايكارب. اللي ماشي مع البي اتش يعني منطقي مع البي اتش، متناسب متوافق مع البي اتش، يبقى ده هو سبب المشكله. واللي ماشي عكس البي اتش يبقى ده كومبنسيشن. يعني مثلا عندي اسيدوزيس والسي او 2 زايد وهو اسيدك، يبقى ده ماشي مع الاسيدوزيس، يبقى ده هو ده سبب الاسيدوزيس. لقيت البايكارب زاد، المفروض لما البايكارب يزيد يعمل الكالوزيس، بس انا في حاله اسيدوزيس دلوقتي، ازاي البايكارب يزيد؟ يبقى ده كومبنسيشن. ودي قاعده اللي نطبقها في كل حاجه. مثلا في الكالوزيس، الكالوزيس وبصيت لقيت السي او 2 عالي، يبقى ايه اللي حصل؟ البايكارب هنلاقيه عالي، الكالوزيس والبايكارب عالي، يبقى ده ماشي مع الكالوزيس. يبقى الكالوزيس هنا سببه ايه؟ سببه البايكارب، يبقى ده ميتابوليك. طب السي او 2 عالي ليه؟ مش منطقي. لا، ده كومبنسيشن حضرتك. فالمنطقي اللي ماشي مع البي اتش ده هو سبب الديزيز، لكن اللي عكس البي اتش اللي مش منطقي مع البي اتش ده كومبنسيشن.